موضوع مشاهدين ينضم إلينا هنا في الاستوديو الصحفي الجزائري الصغير سلام، وعبر السكايب ينضم إلينا من الجزائر الكاتب والمحلل الجزائري عابد شارف. أهلا بكم معنا. دعني في البداية يعني سيد الصغير يعني أبدأ مع سيد عابد من الجزائر. سيد عابد، لو تضعنا في أصداء تفاعلات الجزائر في البداية مع حدث سباق الرئاسة. السباق نحو الرئاسة تميز خلال الأسبوع الماضي يمكن أن نقول صدمة كبيرة لدى الرأي العام عند إعلان ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة. الصدمة لم تأتي بسبب قضايا قانونية أو دستورية، إنما أقول قضايا أخلاقية. يعني رئيس بوتفليقة مسن وحالته الصحية متدهورة، ومن الواضح أن حكم البلاد في هذه الظروف شيء صعب جدا إن لم نقل مستحيل. والثقافة الثقافة السياسية الجزائرية مبنية عادة على الشعبوية ورفض السلطة المؤبدة ونوع من الثورية. موقف الرئيس بوتفليقة يتناقض مع كل ما هو معروف في البلاد، لكن لا ننسى أن هناك شبكة مصالح وشبكة أموال قوية جدا تريد أن يبقى في السلطة لأنها تستفيد من هذا الوضع. طيب سيد عابد، يعني دعني سأعود إليك مرة أخرى، ولكن أتحول إلى سيد صغير سلام هنا في الاستوديو. يعني سيد عابد تحدث عن صدمة، يعني كيف تراها أنت ربما من وجهة نظرك؟ هل بات ترشح رئيس أو فوز الرئيس بوتفليقة يعني أمرا مفروغ منه، ولماذا يثير هذا الملف كل هذه الخلافات الآن؟ نعم، الحديث الآن السلطة ومن يقف وراء بوتفليقة يتحدثون على عهدة رابعة، كأن هناك ليس هناك انتخابات، كأنهم ليسوا بحاجة إلى انتخابات. هناك قطيعة مع الأجيال الجديدة من الجزائريين، قطيعة رهيبة. الخطاب الذي يقدمه الآن بوتفليقة أنه سترشح فقط، لا برنامج له إلا أن يكون رئيسا أو إلا أن يموت رئيسا كما أصر إلى بعض مقربيه. فهذا الخلاف الآن، لأنه هذه السلطة الآن ترهلت ولا يمكن لها أن تقدم شيئا، هي الآن غير مبدعة على المستوى السياسي. لما نرى حتى بوتفليقة الآن لا يترشح كمرشح لأحزاب تدعمه، قال يقول محيطه أنه مرشح مستقل، هو لا يؤمن بالأحزاب، لا يؤمن بالديمقراطية، هو فقط يقول أني سأترشح سآخذ عهدة رابعة، لم يقل سأترشح وأتنافس مع مرشحين آخرين، وكأنه أمر مفروغ منه. كأنه أمر مفروغ. طيب، إذن لماذا هذه الانتخابات؟ صحيح. طيب أعود إليك مرة أخرى سيد عابد، يعني إذا كان هذا أمر مفروغ منه بالفعل، كيف ترى احتمالات المستقبل في الجزائر؟ وهل هناك تخوف من تأثيرات صحة الرئيس على قدرته على الحكم إذا ما فاز بهذه الفترة؟ بطبيعة الحال صحة الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة هي النقطة الأساسية في الأسابيع والأشهر القادمة، والكل يلاحظ أن البلاد أصبحت مجمدة، لا توجد برامج، لا توجد مبادرات، وأكثر من ذلك الجزائر كانت تتميز إلى حد ما في وقت سبق خلينا نقول أخلاق سياسية ونوع من احترام الدولة ومؤسساتها مهما كانت تلك المؤسسات. اليوم المؤسسات ماتت، والقيم والأخلاق السياسية انهارت، والبلاد أمام في وضع لا نقول أنها مسيرة بطريقة سيئة، البلاد ليست مسيرة إطلاقا. طيب. هذا
طيب سيد عابد، يعني ربما لأن الوقت ضيق سأعود إليك مرة أخيرة في النهاية، ولكن أتحول إلى سيد الصغير، يعني برأيك لماذا الإصرار على ترشح الرئيس بعيدا عن جبهة التحرير، وألا يعمق هذا ربما في الخلافات أو من الخلافات بما أو بين ما يسمى بمراكز القوة في الجزائر؟ نعم، قصة الخلافات بين مراكز القوة في الجزائر يبدو لي أنها حسمت بعد أن تم فيه لعبة عرض الأصابع بين مراكز القوى. الآن هذه السلطة مفصولة كما قلت عن الشعب، لا رئيس ومحيطه لا يؤمن بالأحزاب. في المقابل على مستوى الشارع، على مستوى الشباب، هناك حركات تتحرك. هناك منذ يوم أو يومين ولد حركة بركات، بمعنى المقابل عند بالمصري كفاية، يعني فهي الآن تتحرك وتعمل على مستوى الشارع، بينما هناك في السلطة على مستوى الرئاسة ذاهبون في اتجاه المجهول بترشيح رجل مريض كسيح عليل، لا كما قلت لا برنامج له إلا أن يترشح. فهذا سيعمق من ليس من الصراع داخل مراكز القوى، إنما سيعمق من القطيعة بين أجيال من الجزائر اللي هما 78% من الشباب، وبين هؤلاء العواجيز الأيدي المرتجفة والعقول المتوقفة التي توقفت عن الإبداع السياسي. طيب سريعا جدا سيد عابد، ربما تحدث سيد صغير عن الحركات التي تولد الآن في هذه الفترة والاحتجاجات، كيف تعلق على الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر ضد ترشح الرئيس لولاية رابعة؟ وسريعا جدا لو سمحت. يجب أن تكون الأمور واضحة وألا نكذب على أنفسنا. ما حدث في السنوات الماضية يشبه تسونامي، قضى على المؤسسات وقضى كذلك على الأحزاب والجمعيات وكل ما يمكن أن ينظم المجتمع. فالوضع في الوقت الحالي طيب يشير إلى أنه لا توجد أعذرني يا سيد عابد، ولكن يعني انتهى الوقت بالفعل. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا عبر السكايب من الجزائر، كاتب والمحلل الجزائري عابد شارف، وهنا في الاستوديو الصحفي الجزائري الصغير سلام، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا بعد موجة